عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على يا ستي ايه سر العزومه المفاجاه دي؟ اول شيء بعتذر اذا اخرتك عن شغلك. لا ولا يهمك مفيش اي حاجه. اسالي. مش عارفك اني بدي اسال. على فكره مش ذكاء مني خالص عشان عينيك هي اللي بتسال. بعرف انه ما بحق لي اسال هيك اسئله. اسالي يا حبيبتي وعرفي كل اللي نفسك فيه. أنا وأنت منعرف ليش نوعها انهارت وطرينا نجيبها على المستشفى. وما دام عرفتي بتسألي ليه؟ لأنه بلشت أحس إنه وجودي بهالشركة بلش يتحول لمشكلة. لا خالص أنت مالكيش دعوة بأي حاجة. أي واحدة مكانك كانت هتحصل نفس المشكلة. لهالدرجة بتحبه؟ لدرجة إنها بقت عبء عليه. وهو يا عيني متحمل مسؤولية العبء ده. كيف يعني؟ أصل أستاذ كريم ده إنسان طيب قوي عمره ما تعامل معانا على أساس إن إحنا موظفين عنده يعني ما بيعرفش يبقى بص على حد واضح نوها بقى عرفت إزاي تدخل حياته وعرفت إزاي تختار الوقت المناسب الصح لعلمك بقى نوها دي إنسانة مش سهلة أبداً وإوعى تصعب عليك شو يعني الوقت المناسب؟ أستاذ كريم كان خارج من علاقة فاشلة كان بيمر بأتعس أيام حياته أستاذ كريم؟ كان متجوز واحدة أجنبية ومخلف منها بنت في يوم من الأيام رجع البيت ما لقاش لا مراته ولا بنته خدت البنت وطفشت وحرمته منها ومن ساعتها ما عرفش أي حاجة عن بنته نوارة اسمها نوارة؟ بنت زي القمر لو تشوفيها يا ناية في الوقت ده طبعاً اقتحمت الست نوها المعبد المنهار وبدأت في ترميم مشروعها بس خلي بالك رممته بمزاجها بنت المعبد بطريقتها وعلى مزاجها طب وين المشكله المشكله انها بدات تتعامل معانا على اساس ان هي صاحبه الشركه واحنا الموظفين عندها تشيل ده وتحطي ده المشروع اللي عاجباه تختاره واللي مش عاجباه تشيله ده حتى بدات تتدخل في ميزانيه الشركه يا شيخه ده حوافز الموظفين تشيل وتزود وتلغي اللي هي عايزاه اوف لهالدرجه واكتر من كده بكتير واستاذ كريم شو كان رايه الدنيا كانت ضيقه قوي في عينيه كانش شايف اي حد قدامه ده
طب ما حدا منكم جرب ينبهه ويوعيه؟ مين ده؟ احنا؟ في وجود نوع؟ دي كانت لا يمكن تخلي اي حد يقدر يوصله، كانت عامله عليه حصار ربنا ما يوريكي. وشو اللي خلى الامور تنقلب هيك؟ ربك. اصل رحمته واسعه وبعت لها اللقوه منها. مين يعني؟ انتوا هنا وانا عمال ادور عليكم؟ يلا اختي نوها جت وقاعده معاها في الاوضه، احنا لازم نرجع الشغل. يلا. أنا رجعت ملف خيك عاصم غريب وتذكرت الحالة بأدق تفاصيلها، لأنه كانت من أغرب الحالات يلي مرت علي بالعيادة. لهالدرجة حالته خاصة؟ يعني بدك تقولي أكثر من خاصة، حالة غريبة. دكتور فيك توضح لي أكثر؟ هو اتصل وأخذ موعد على أساس إنه زوجته مريضة وهو رح يجي لهون بالنيابة عنه، بس اللي تبين إنه هو جاي بالوكالة عن نفسه، هيدا يلي هو قاله تحديدا. شو كانت مشكلته؟ ما عنده مشكلة، مشان هيك أنا سمحت لنفسي إني أحكي عنه، لأنه أنا عادة بحافظ على سرية الحالات اللي عندي بالعيادة. دكتور معلي إذا بتريد، فيك تشرح لي بشكل مختصر شو اللي خلاك تعتبر إنه هو ما عنده مشكلة؟ كان عم يتعامل مع حاله على أساس إنه هو المريض، بالوقت يلي مفروض إنه زوجته هي المريضة، بالأخص بعد حالة الإجهاض يلي تعرضت لها واللي أدت لها حتى تنحرم من الإنجاب. طيب كيف عبر عن هالشي؟ كان عم يقول لي إنه عايش بصراع بين إنه يبقى معها أو يطلقها، وهي هددته بالانتحار إذا تخلى عنها، وهالشي خلاه إنه يحس إنه هو ما عم بيقدر ينام، حتى طلب مني قال لي إذا في مجال إني أعطيه دواء من العيار الثقيل حتى يساعده على النوم. أنا صراحة سهلت معه قلت له أوكي، أعطيته هذه الوصفة، بس ما بخفي عليك أنا تصرفاته غريبة كانت، شكيت فيه حتى حسيت إنه عم يكذب. صباح الخير يا رجالة. تمام. صباح الخير يا باشمهندس. سلام. الله يسلمك. والله ما كناش متوقعين ترجع بدري كده، وحشه من غيرك جدا على فكره. حبيبي ربنا يخليك يا سليم. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. اهلا مستر كريم. اهلا اهلا. والله منور الموقع كله. ربنا يخليك يا طارق. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ايه يا نايا، مش تيجي تسلمي على مستر كريم ولا ايه؟ استاذ كريم الحمد لله على السلامه. اهلا بيكي نايا، طمنيني عليكي، اخبارك ايه؟ انا منيحه، بس حرام نهى امبارح دخلني على المستشفى. انا عرفت من انجي. ايه اخبارك ايه دلوقتي؟ صحيح الحمد لله بقت كويس. هي لسه في مستشفى؟ لا خرجت في نفس اليوم الحمد لله. طيب الحمد لله. يا الله يا استاذ كريم، شو انت حنون وبتخاف على موظفينك؟ معقول انك رجعت من السفره بس لحتى تطمن على نهى؟ امال ايه، ده استاذ كريم يا جماعه، مفيش حد زيه. والله فيك الخير يا فندم. لا 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 لا، الحقيقه ان انا سبتهم هناك بيتفاوضوا مع شريكي في الحته بتاعته. الحته دي انا ماليش فيها، خلاف ان هم عايزين يقضوا يومين ثلاثه سياحه بس، ده كل الموضوع. خلينا بقى في المهم، انا جعان قوي، ولا انتوا خلاص بقى هنا متعودين تاكلوا زلط ورمل وخشب؟ والله زي ما انت شايف زلط ورمله في كل حته، احنا شو كمان شويه هناكل في بعضينا. بنتعب يا فندم. والله اشتقنا من زمان لعزومه من عزومات حضرتك، ولا ايه رايك يا نايه؟ اي اكيد. بس على فكره دكتور، عاصم ما كان عم يكذب، نايه انتحرت فعلا. بالمسدس؟ اي مسدس. هو خبرني انه سبق بمره وحاولت تنتحر بالمسدس. لا، نايا انتحرت غرق. غرق؟ حتى ما تجرأت انه تستعمله بالانتحار.
دايما في طريقه اسهل من طريقه. يعني اخيرا صدقته لعاصم. يمكن حضرتك لو كنت صدقته من الاول ما كنا وصلنا لهون. وعلى كل بحب طمنك انه الحبوب المنومه اللي وصفتها له مسايره بلش يدمن عليها. لساتك دكتور مصر انه عاصم ماله مريض؟ دكتور برايك شو اللي كان ممكن يجيبني لعندك لو ما كان عم ينهار يوم بعد يوم؟ عاصم حالته ما بتطمن وكل ما نعمه تتعقد يوم بعد يوم. وانا ما عرفاني كيف بدي ساعده واحميه من حاله. دكتور انا عن جد خايفه عليه. انا مستعد استقبله باي وقت وبدون موعد، بس احكيني على التليفون مش من خلال السكرتيره. عليكم يعني انا قلت لكم استنوني عشان انا هموت من الجوع، مش قادرين تستنوني شويه؟ يا طب انا هاكل الاكل وتجيب لي 3 كيلو جمبري. ازيك يا طارق؟ عامله ايه؟ حبيبي ازيكم جميعا؟ انا هموت من الجوع. غلطتي ان انا عزمتك بعد الساعه دي محدش راضي ياكل الا متصرفين. اه واضح. صنع ايديا وحياة عيني. هاتي التليفون من الشنطة يا مي، عايزة أكلم الشغل أشوف إيه الأخبار. هو مش المفروض الشغل الأول هو اللي يسأل عليكي؟ ما هما سألوا عليا، مش خدوني المستشفى، أنا كنت بموت، ده أنا حتى ما قلت لهمش مرسيه. طب والأستاذ كريم؟ مش فاهم ماله كريم؟ يعني ما سألش حتى. ازاي يعني؟ ما هو خلى انجي تطمن عليا، بعدين الراجل يعني دفع مصاريف المستشفى واداني اجازه مفتوحه. يا سلام والله في الخير. وكلمك بقى جريئه يا مي، انت جايه تستفزيني ولا تساعديني؟ مالك في ايه؟ في ايه؟ رايحه فين؟ عايزه ايه؟ طيب رايحه اجيب الزفت الموبايل. انت بس كده؟ وادي الموبايل يا ستي، اتفضلي. ممكن بقى تشربي العصير؟ هشرب العصير وهاخد الدواء، لو سمحت تسيبيني لوحدي ممكن؟ حاضر. وده وقته؟ دي نهى. طب ما تردي عليها تشوفيها عايزه ايه. الو. ايوه نهى يا حبيبتي، عامله ايه دلوقتي؟ احسن؟ لا الحمد لله انا خلاص بقيت كويسه، هرجع الشغل كمان يومين. بقول لك ايه نهى، هو كريم رجع من شرم الشيخ؟ هو استاذ كريم رجع. ايه ده بجد رجع؟ تحب اوصل له حاجه؟ لا يا انجي، انا بس كنت عايزه اقول له ميرسي على اللي هو عمله معايا وكده. يا حبيبتي دي اقل حاجه، ما تقوليش كده. طيب هو جنبك ممكن اكلمه؟ طب معلش يا نهى، ممكن تديني دقيقه واحده وارجع اكلمك تاني؟ ايوه طبعا. ميرسي يا حبيبتي. نهى طلبت مني اشكرك على اهتمامك. لا شكر على واجب، عادي يعني. مساء الخير. وعايزه اتكلمك. هي لسه معاكي على الخط؟ لا قفلت التليفون طبعا لحد ما اشوف رايك ايه في الموضوع. طيب هاتي اكلمها. ايوه يا انجي. الو ازيك يا نهى؟ كريم؟ كريم انت وحشتني قوي، اخيرا يعني بكلمك. طمنيني عليك وعلى صحتك، عامله ايه؟ الحمد لله خلاص بقيت كويسه عشان سمعت صوتك. طيب كويس، انا كويس ان اطمنت عليك. وعايزك بقى تريحي يعني، ما تستعجليش وتنزلي الشغل وانت تعبانه. ها يعني خدي راحتك كده يومين ثلاثه والشغل مش هيطير. طيب انجي عايز اكلمك، معاك ايه؟ ايوه يا نهى. ازيك يا حبيبتي؟
لا ابدا، ده انا كنت بسالك عن الادويه علشان لما كنتيش لقيتيها كنت هبعت عبد اجيبها لك من بره. بالاذن. صورة بعيد ميلادها، هي بجزيرة كابري بإيطاليا، هون رحنا على باريس بجزيرة اسمها سانتروبي قريبة من موناكو، هون ببيته القديم، هون هي كانت عم تقدم بكالوريا أول ما تعرفت عليها، هون لما دخلت جامعة وطلبت إيدها كانت أول سنة جامعة. صحيح عصام، ما قلت لي كيف تعرفتوا على بعض؟ شايفة هذا الحي القديم؟ حلو كتير وبسيط. هذا ما عاد موجود. خسارة. لا بس أنا سويت محل مشروع سكني كبير. هلا حلو؟ جنة، كتير حلو. أنا وقتها تعرفت عليه كانت مثل الفراشة، بريئة مثل الأطفال، أحلى شيء حبيته فيها هو برادة، كان بدي إياها تنخدش. كل السنين اللي عشتهم معها كنت عم بحاول إنه تبقى مثل أول يوم تعرفت عليها، طاهرة نقية ملاك غير كل اللي تعرفت عليهم. تصوري حتى بموتها كانت طاهرة، ماتت بالمي. في أطهر من المي؟ هي كانت عم تحاول تثبت لي إنه هي طاهرة لآخر يوم بعمرها. تبعت لي رسائل. عم أغبان. هي عم تحاول تفهمني أنا بإيد ملاك مثل ما أنت بتحب، أنا بنظرك ملاك لآخر يوم، بس أنا ما كنت مستوعب. هيا قديسة، منال صدقيني والله قديسة. على فكرة ميرسي على الغداء وعلى التوصيلة، عم بعزبك معي دايما. معي نايا. في شي؟ واحدة من هذه السيئة، أنا مش عارف أشتغل وأنت بعيد عني، أنا رجعت علشانك، أول مرة بيحصل معايا كده،
عشان خاطري. اوعي تبقي مرة تانية. أنا محتاج لك. افسح حس بوجودك حواليا. افسح حضنك. نفسي انام على ايديك. نفسي اعيش جواك. نفسي ادوب في عينيك. كريم انا مش قد هذا الكلام. انا اضعف بكتير من هيك. بليز ما تتسرع. انت ما بتعرف شي عني بعد. ومش عايز اعرف. يمكن ما اكون بنتي اللي انت مفتكرها. يمكن تكون راسم صوره تاني براسك. خاف ما اطلع انا. يمكن ما بستاهل كل هالمشاعر. دموعك قالت لي كل حاجه. قالت محتاجه لي زي ما انا محتاج لك. وعايزاني زي ما انا عايزك. ليش انا؟ ليش مش حدا تاني؟ ليش؟ ده السؤال الوحيد اللي ملوش إجابة. وهي الكلمة عندك. ما تعذبيش نفسك في الأسئلة، بتعذبيني معاكي. ونها عندك وقت. كل الوقت. اسمعيني كويس هنا. انا بمنتهى البساطه كنت ممكن اقول لك ان العلاقه اللي بيني وبين نهى مجرد علاقه صداقه، لكن لا، فعلا كان بيني وبين نهى علاقه استمرت فتره بس خلاص العلاقه وانتهت. لك عين تقلي هالحكي. طيب انا ونهى زي الاخوات بالظبط كده، كويس؟ مش هيك قصدي، بس انت بتعرف شو يعني التقي فيها كل يوم نفس المكتب. أيوة عارف. ليه عم تضحك؟ لأنك بدأتي تعملي حسابات عجيبة جدا لوجود نهى معاكي في مكان واحد. مش هيدا قصدي. مش هيك قصدي؟ مال شو قصدي؟ قصدي يعني إنه كتير صعبة. هو بيني وبينك صعب، بس ده في حالة إن تكون نهى الوحيدة اللي مرت بحياتي. في غيرها كمان؟ طبعا. ما بلومه، لأنه طبيعي يعني إنه أنت شاب ثقف ابن عيلة وغني. هم فاهمين كده، عشان كده بيحوم حواليا كتير يعني. لكن الحقيقة أنا لا غني ولا حاجة. لكن أنت شو؟ أنا الرجل الفقير الذي يمتلك المال على رأي ألدون ليو. مين هيدا؟ فزاري عم فلورنتينو أريزا. إيه مش عارفاه؟ مش أنا عرفت الأولين اللي أعرف التاني؟ لا 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 لا، كده كتير قوي. يبقى لازم تعرف فيرمينا. فيرمينا كمان؟ قعد يستناها 50 سنة، 50 سنة عشان يتجوزها. لا
ليش ما تجوزها من قبل؟ ليه 50 سنة يعني؟ أكيد يعني ما كانش بيكون نفسه. الراجل فضل مستنيها 50 سنة لحد ما جوزها مات. حب. نهي، أنا عايزك تقري الحب في زمن الكوليرا. يمكن يبقى عندك واقعية سحرية بدل ما تقرفيني بالواقعية الفجة اللي أنت عايشة بيها دي. أنا؟ حبيبة قلبي، الحياة أبسط من كده بكتير. مش واحد واحد يساوي اتنين، في بساطة. هي معك حق. يعني مش لازم بقى نوع عملت ايه وبصت لي ازاي ومين راح فين. ابسط من كده بكتير. بس نوع عن جد عم تتألم. نايا، انت عمرك في حياتك ما ضحكتي من قلبك؟ هلا اذا في شي بيضحك اكيد بضحك. حلو قوي. ازاي بقى هتفرقي بين اللي بيضحك واللي ما بيضحكش وانت والنكد اخوات متربيين مع بعض؟ انا والنكد؟ هلا هيك صارت؟ اراهنك لو في يوم من الايام ضحكتي من قلبك او حتى قلتي نكته تضحك. اي طبعا قلت. ايام الجامعه كنت كتير نكت، كانوا اصحابي يضحكوا، ولو فكر بس المصريين بيعرفوا ينكتوا. لا، من ناحيه المصريين بينكتوا فهم بينكتوا، بس ما فيش مانع نجرب. هاتي واحده. عن جد؟ عن جد. تفضلي. ايه ليش لا، بعرف واحده كتير مهضومه. يلا. المره وحده خاطبه أهلا عزموا خطيبة على العشاء. هنو عم يتعشوا طلعوا لبرا لقوا إنه كتير في شتي عم بتمطر بطريقة فظيعة يعني. فقالوا له للخطيب إنه ليه ما بتقعد عنا الليلة وبتنام عنا. بيوافق. فبعد شوي هيك وقت زمان نبشوا على الخطيب ما لقوه. بتقوم الخطيبة بتصير تقول يا دلي أنا وين راح العريس؟ أكيد هرب العريس، وبتصير تبكي وتعصب وهيك. شي ساعتين زمان بدق الباب. بروح البي بيفتح الباب بيلاقي العريس كله مي من فوق لتحت واقف هيك. قال له يا عمو وين رحت يا ابني وين رحت؟ قال له عمو ما رحت على البيت جبت البيجامه. وبعدين خلصت النكته. فيش جزء تاني؟ يعني انت ما فهمتها. بيني وبينك يا صعبه قوي، ده ولا المسلسلات الترك، حرام عليك. انا بالنسبه لي بتضحكني كتير. انا عايز الضحكه الحلوه دي بقى ما تفرقش وشك خالص. كريم إذا بقول لك قدي أنا مبسوطة يمكن ما بقدر أعبر. أنت إنسان بتعني لي كتير أكتر ما بتتصور. بس أنا بدي فرصة لأنه مني جاهزة، ظروفي كتير صعبة. بيجي وقت وبشرح لك إياها. وأنا جاهز أسمعك في أي وقت ومستنيك. والمعجبات اللي حواليك؟ أنا مش شايف غيرك. تنسيتيني كل نساء العالم. بحبك. منال، كل اغراض البيت صارت مش مطرحه. ما عم لاقيه. قلبت البيت عليه كله وما عم لاقيه. شو هو؟ المسدس. عاصم عنده مسدس وما بعرف وين مخبيه. وين المشكله يعني؟ اغلبيه الناس عندهم مسدسات ببيتهم او بروده صيد. انت ليه قلقانه هالقد؟ عاصم يا جبران حالته ما بتطمن. انا خايفه يعمل بحاله شيء. ما تخافي علي منال، رح نهتم فيه. بحبك. Thank you.
ليلى هنضلنا على الشط يعني؟ والله السمك بجنن هون قربة، والله عم بتروح عليك كثير. شو بك يا ليلى؟ ما بعرف بس من اول ما وصلت هيك حاسه انه قابض قلبي، مثل كانه في بلاطه على صدري. حياتي لك قد ايه بتنقي علي بدك تيجي لهون؟ انه فكرت انه بتيجي لهون هيك بتنبسطي، بحقق لك امنيتك يعني. بعرف الي فتره بدي اجي لهون بس يمكن التوقيت كان غلط. توقيت شو؟ ما بعرف، عندي شعور بالذنب. رجعنا للاحساس بالذنب؟ الشيء الأكيد منه إنه البحر بطل له ذكرى حلوة بالنسبة لإلي. يمكن كان لازم أروح على القطب الجنوبي. بفتكر هناك يمكن ما كنت تذكرته. أو الأفضل كان إنه بركي بتفقد ذاكرتي. يمكن هذا أحسن شيء لإلي ولإلي. شو عم تعمل؟ مثل ما شايفه. طيب حبيبي بليز فيك تفوت تاخد دوش وتروق اعصابك. اعصاب شو ليلى؟ مش انت خليتي لي اعصاب؟ يمكن منك منتبه لحالك شو عم تعملي؟ او مفكره بكلمتين حلوين المفروض انا هيك ارتاح يعني. ما عم بعرف شو لازم اعمل لشلك صاحبتك من راسك. هي اخذت قرار انه تنتحر. ليش بدنا نعمل هذا الانتحار جماعي؟ لا بدك خليني اوصل لمحل اني اهجل يعني. طب خلص بوعدك ما بقى فكر بالموضوع. فيك انت تفوت تتحمم وانا بدي بلا كتيبك، ننزل نتعشى بعدين انا كتير جوعانه. رح نروح نتعشى. بس بكره اكيد مسافرين. فارس بليز. بليز شو ليلى؟ بطل عندي مود لكل هيدي الفاكيشن. ما كل الناس عندها هيدي الموهبه تبعي. انه تبيني مبتسمة بس راسك عم بفكر بشي تاني. اي نعم، بعد امرك بدي غير موعد السفر. كريم عندي اقتراح ومش عايزك تفهميني صح. تفضل. الضيوف الألمان سألوا عنك. أصلك سحرتيهم وجننتيهم ووحشتيهم قوي، وشكلهم كده مش هيقدروا يكملوا حياتهم من غيرك. نايا الموضوع ما فيه إن هما بقي لهم يوم واحد وهيسافروا، وقرروا ان هم يقضوا اليوم ده في شرم الشيخ وعايزينك تبقي موجوده معاهم، وخصوصا ان هم معتقدين ان انت مراتي، يعني لازم تبقي موجوده. وليه ما صلحت لهم هالغلطه؟ عشان دي احلى غلطه حصلت في حياتي. قلتي ايه؟ والشغل؟ انت ليه دايما بتنسي ان انا صاحب الشغل؟ وكيف ما نتصرف قدامهم ان احنا مانا مجوزين؟ هنمثل. هنمثل زي افلام زمان بالظبط. هقول لك، فاكره شاديه وفريد الاطرش؟ هنمثل زيهم بالظبط. يا سلام على حبي وحبك، ما بنامش الليل من حبك صح؟ يا سلام على حبي وحبك، هو ده الكلام ده؟ ايه الكلام الكبير ده؟ كلام افلام. يا ولا وليه بقى موافقه؟ والله مضطرة اسمع كلام صاحب الشغل احسن يرفدني. احسن يرفدني؟ ده انت بدات تتكلمي مصري اهو. شوفي طالما ابتديناها بالمصري يبقى ان شاء الله خير. انا كده متفائل. قومي بقى وضبي شنطتك عشان ما نتاخرش. يلا. منال منال
شكرا كثير جبران، ما بعرف شو كان فيني ساوي لو ما كان جنبي بهالظروف. بس بعد بكير. عاصم قرب يصحى، هذا إذا ما كان صحي. صاير عم ينزعج كثير لما بفيق وما بيلاقيني. ما وحق. جبران ما بعرف كيف بدي أقنعه يروح على الدكتور. خيك عاصم منه بحاجة يروح لعند الدكتور. شو يعني؟ وداوني بالتي كانت هي الداء. قصدك؟ دوي لعاصم وحدة تجي وتحل محل نايا. هلا بتظن انه بهالمرحلة هي قادر يدخل أي حد لحياته؟ هو أكيد لا، بس بدنا وحدة هي تقدر. وين بدنا نجيبها لهي؟ هيك خلي هذا الموضوع علي أنا. ما تقولها بثقة؟ أكيد عندك أدنى شك ببحار عجوز متقاعد؟ لا. شفتي؟ بس عندي اعتراض واحد. اعتراض شو؟ مالك عجوز؟ ماشي عم رمضان، وادي امر الصرف. يلا اتكل على الله. صباح الخير يا شباب. نهى مش معقول، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ عامله لي فيها تعبانه وعيانه ومستشفى ومش عارف ايه، ما انت زي الفل اهو. الله اكبر، ده حسد ده يعني ولا ايه؟ حسدك على ايه؟ عامه كويس انك جيتي عشان تغطي مكان نايا. ليه؟ هي نايا ما جتش النهارده؟ مش ملاحظ يا سليم ان نهى ونايا بيبدلوا علينا كل يوم؟ يعني يوم نهى ويوم نايا ما بيتجمعوش مع بعض خالص. تصدق عندك حق، كنتش واخد بالي. ومحدش عارف بقى ما جاتش ليه النهارده؟ ولا حتى اتصل. غريبه، انا مش فاهمه حاجه، كل يوم والتاني يعني بتسيب المشروع. يمكن في حاجه اهم من المشروع شغلها. مدام شهرزاد موجودة؟ ايه تفضل. ثانك يو. جبران مبسوطتي؟ لك قد صار لي ما شفتك،
لك روح زعلانه منك. لك جمالك انت جمالك يا قمر. يا عمي شو انت ما بتعرفي تكبري؟ اضحك علي اضحك وانا بخرب صدقك. عاد عاد كم سنه صار لي ما شفتك؟ سمعت انك تجوزتي وترملتي وورثتي وصار الواحد اذا بده يشوفك لازم واسطه. بدي خبرك اني دفعت رشوه حتى وصلت لك. ما انا لو عارفه ان جبران سالم بده يشوفني كنت انا لحالي جيت لعنده. خبرني كيف تخطرنا عبالك؟ سؤال بمحله. فعلا انا قصدك بمهمه صعبه كثير، بس انا اكيد وبعرف انك ابو المهمات الصعبه.